والله يا اولاد ما بقينا نستغرب حاجه من اللي احنا بقينا بنشوفه. عادي يعني، من كتر اللي احنا بقينا شايفينه والحياه بقت ماشيه بالشقلوب بقينا نقول عادي يعني، ما جاتش على ديا. عاملين ايه الاول؟ والله وحشتونا من الفيديوهات اللي فاتت. هاتوا النسكافيه بتاعكم بقى وتعالوا اقعدوا معايا في الفسحيه كده عشان نرغي مع بعضينا، لان بصراحه كتير علينا، والله كتير علينا اللي احنا بنشوفه ده. احنا من كام يوم يا اولاد كنا شايفين ماري منيب، ماري منيب الحما، بس احنا كنا شايفينها زمان وهي ماليه مركزها، الايام دي شايفين ماري منيب وهي بتتضرب بالشبشب. ما علينا، الست اتضربت بالشبشب واتضربت بمله السرير وما اتكلمتش، لكن كمان تتهدد بالحبس. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. مش بس كده، هي وابنها هيتحبسوا، ومش بس كده، لا 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 والله الزوجه خرجت براءه النهارده. الله اكبر الله اكبر، والله اني سعيده بهذه الاخبار. هو في ايه يا جماعه؟ هو الايام دي بقى اللي بيتضرب هو اللي يتحبس يعني؟ يعني اللي هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. النهارده يا جماعه اتفاجئنا باولى جلسات المحاكمه بتاعه الزوجه اللي ضربت حماتها على السلم، اللي احنا كلنا شفنا الفيديو بتاعها وعمل ضجه اليومين اللي فاتوا، وقعدنا يعني زعلانين على الحما وبنعيط على الحما وزعلانين على مركز وصوره الحما. يا لهوي، ده احنا والله العظيم ده احنا تعبنا الايام اللي فاتت. ايه ده؟ قلنا بقى الزوجه دي هتاخد حكم يعني جاي من الاخر، اقل حاجه سنه، اقل حاجه في واقعه الضرب دي تاخد سنه يعني تشفي غليلنا. لا النهارده ويعني سبحانك يا رب، يعني اول جلسه كده وتاخد فيها براءه، والغريب كمان ان يعني القضيه دي مشت بسرعه جدا، يعني اول جلسه مع اول محاكمه مع ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه بجد والله؟ ده يعني احنا معتادين على ان القواضي بتاخد وقت طويل، لكن الحمد لله المره دي ما خدتش اي وقت، على طول دخلت اتحكمت خرجت براءه. النهارده الحكم ببراءه الزوجه صدمنا كلنا. طب ايه يا جماعه؟ يعني ازاي تاخد براءه؟ قال لك لا، محامي من الطرف ده ومحامي الطرف ده الاتنين وقفوا قصاد بعض وقالوا احنا اتصالحنا، الموضوع خلصان، تم التصالح يا سيدي القاضي والموضوع ملموم وشكرا على كده. طبعا القاضي حكم بالبراءه بتاعه الزوجه واخلاء سبيلها، هي كان متجدد لها الحبس 15 في 4 في كلام من ده، ولكن النهارده اتحكم بالبراءه لتصالح الطرفين. والنهارده سجلوا مع ابو الزوجه اللي هي نداء، سجلوا معاه وسالوه عن الموضوع، قال ان احنا قعدنا قعده جلسه عرفيه وتم التصالح ما بيننا والصلح خير يا جماعه، ويا ريت كلنا نحذف بقى الفيديو المسيء ده، ملوش لازمه، دي مش جريمه قتل، ده مجرد سوء تفاهم. سوء تفاهم مين يا عم الحاج؟ سوء تفاهم مين؟ ده بنتك روقت حماتها، ده بنتك مسكت الشبشب نزلت على راسها، ده بنتك مسكت مله السرير كانت هتموتها. سوء تفاهم؟ هو ده سوء التفاهم عندكم؟ امال الخناقه بتعملوا فيها ايه؟ ما ده يبقى سوء تفاهم. قال لك ده سوء تفاهم وانتهى وخلاص والصلح خير، واحنا قعدنا جلسه عرفيه واتفقنا ان احنا نحل الموضوع ودي والموضوع ينتهي على كده. طيب اهل الزوج كان ليهم نفس الراي، قالوا لك لا، اهل الزوج بقى ومصادر مقربه منهم ادلت بالتصريحات الاتيه، قالوا احنا اتفقنا على التصالح ان الزوجه تخرج ونتنازل عن القضيه في مقابل حاجة مهمة جدا، أولها طبعا الطلاق، تانيها إن الزوجة تتنازل عن حضانة بنتها، تالتها إنها تتنازل عن حقوقها المادية كاملة، تخرج من الجوازة كده صليتي مليتي، ما تاخدش حاجة معاها. يعني أنت تخرجي من حبسك يا بنت الحلال وتقعدي عند أهلك وزي الفل والدنيا تبقى تمام، بدل ما تاخدي سنة سجن، وإحنا في المقابل نطلقك وناخد بنتنا في حضننا وتمضي على الحضانة بتاعتها، على إسقاط الحضانة، وتمضي كمان عن حقوقك الزوجية اللي هي المادية طبعا، ان انت ما تاخديش حاجة، لا عفشك ولا المؤخر ولا اي كلام من ده ولا نفقة ولا اي حاجة، تمضي عن تنازل عن جميع حقوقك. ده كان كلام اهل الزوج. يعني انتوا اتفقتوا على كده؟ اتفقوا على كده. طيب ليه بقى هنحبس الحما وهنحبس الابن اللي هو الزوج؟ الموضوع ما عداش بسلام كده. كان مين بيشوف القضيه زينا كلنا وادلت بتصريحات خطيره جدا في الموضوع ده؟ الاستاذه المحاميه نهاد ابو القمصان.
طبعا يعني محامية يعني عالم من أعلام القانون وناشطة لحقوق المرأة، فيعني هي دايما يعني معروف طبعا مواقفها ان هي متحيزة للمرأة جدا جدا جدا. شابوه بجد والله، شابوه يا نصرانة في كل وقت. المهم طلعت الأستاذة انهدب القمصان وقلبت الدنيا بالتصريحات الخطيرة اللي هي قالتها. قالت انا هحبس الحما وهحبس الزوج. ليه يا ست الكل؟ ليه؟ ما احنا كنا ماشيين كويس، ما الحما دي برضو ست زينا، وبعدين دي مضروبة، هو احنا بقينا نمشي الدنيا بالشقلوب؟ قالت لك اه انا هحبسها هي وابنها. طب ايه السبب؟ هتحبسيهم ليه؟ ما عملوش حاجة. قالت لك لا، الزوج كان بيبعت المفروض الفلوس لزوجته عن طريق امه، فالام او الحما كانت بتأخر الفلوس عن مرات ابنها، فمعيشاها في فقر ومش لاقيه تاكل، وده كمان كان بيعرض حياه الطفله الصغيره للخطر، لان مش هيكون معاها فلوس تشتري لها اللبن بتاعها الكلام ده، فده كان بيعرض حياه الطفله الصغيره للخطر، فده جريمه يعاقب عليها القانون. ده اول حاجه، فهتحبس الحما والزوج عشان كده. تاني حاجه، موضوع التشهير بالفيديو. الفيديو مين اللي نشره يا جماعه؟ اللي مش متابع الموضوع من الاول، الزوج هو اللي نشر الفيديو بتاع مراته لما ضربت امه، لما اهل البلد كلموه قالوا له على اللي حصل والكلام ده وتفريغ الكاميرات، راح هو منزل الفيديو على السوشيال ميديا عشان يعرف اهل البلد ان امه ما اعتدتش على مراته، بالعكس دي مراته هي اللي اعتدت عليها وضربتها، فنشر الفيديو عشان ياخد حق امه عقبال ما يرجع من السفر ويقدم ضدها بلاغ. فقالت ان نشر الفيديو ده على السوشيال ميديا بيعد جريمة تشهير يعاقب عليها القانون. وهنا بصراحة شابوه يا استاذة نهاد، محدش يقدر يتكلم، هي لعبتها صح، لعبتها صح، ففعلا دي جريمة تشهير. انتوا بتشهروا فعلا بالزوجة. قالت لو في وقعة اعتداء وان الفيديو مظبوط فده كان يدام تقديمه للمباحث، لكن ما يتمش التشهير بيها على السوشيال ميديا، كان الزوج قدم الفيديو ده للمباحث وشكرا على كده، لكن ما يشهرش بيها على السوشيال ميديا، خصوصا ان سمعتها اتضررت ونفسيتها ومعنوياتها يا عيني اتضررت من نشر هذا الفيديو. لذلك هي نوت ان شاء الله ان هي تحبس الحما والزوج. وهنا بقى عشان كده بقيت اقول لكم ان الدنيا ماشيه بالشقلوب، ده حقيقي. اه القانون طبعا هيبقى في صفهم اكيد، يعني لان فعلا دي واقع التشهير، رغم ان هي اللي اتضربت، فعشان كده بقول لكم الدنيا ايه ماشيه بالشقلوب، الحما اتضربت ولكن هي معرضه الان للحبس هي وابنها. طب الموضوع هيتم التفاوض عليه ازاي؟ يعني الموضوع هيمشي ازاي كده؟ فعلا الحما هتتحبس هي والزوج؟ ده هيرجع بقى للقعده العرفيه التانيه اللي ابو نداء قال عليها، قال ان لسه في قعده عرفيه تانيه هيقعدوها مع بعض وهيشوفوا التفاصيل او الاحداث اللي هتتم فيما بعد. طبعا اكيد مش هيسكتوا عن حق بنتهم، ولا هيرضوا انهم يخرجوا من الجوازه بدون حقوق، ولا هيرضوا ان هم يتنازلوا عن حضانه البنت. فاكيد التفاوض اللي هيكون جاي بقى بعد التفاوض ده، طبعا خلاص نداء اخذت براءه والقضيه دي اتقفلت، فخلاص الموضوع انتهى وهم اتنازلوا عن حقهم، ولكن هل هي بقى هتتنازل عن حقوقها الماديه وعن بنتها ولا لا؟ ممكن يكون بقى التفاوض اللي جاي حقوقها الماديه وبنتها في مقابل حبس الحما والزوج، يعني انتم متخيلين؟ يعني هي خرجت اهي، ممكن هي بقى اللي ترفع قضيه تشهير زي ما استاذه نهاد ما قالت، وكمان تطالب بحقوقها وما تتنازلش عنها. الله اكبر الله اكبر. طبعا ده خطأ كبير جدا 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 وقع فيه الزوج والحما كذلك. انتوا رحتوا اتنازلتوا عن حقكم، ويعني قبل ما تاخدوا اي حاجه خالص، يعني انتوا اتنازلتوا عن حقكم قبل ما تضمنوا اي حاجه، يعني انتوا سلمتوا رقبتكم كده على طبق من فضه. فعليكم بقى بالتفاوض مع اهل البنت، يا تدوا لها حقوقها الماديه لو انتوا خلاص مصرين على الطلاق، تدوا لها حقوقها الماديه وطبعا هتسيبوا لها البنت، لان هي مش هترضى تتنازل عن حضانه بنتها، ده لو هي ام سويه يعني مش هترضى ان هي تتنازل عن حضانه بنتها، ومش هتتنازل عن حقوقها الماديه، ويبقى كرم من ربنا ان هي ما ترفعش عليكم قضيه تشهير بقى، وما ترفعش الكلام اللي قالته استاذه نهاد، ان هي كمان تطلع بنت اصول وتتنازل عن حقوقها دي،
ولو اني ما اعتقدش ان ده هيحصل، لان واحده عندها الخلفيه دي او الثقافه دي ان هي تمد ايديها على حماتها وست كبيره، ما اعتقدش ان هي هيكون عندها المبادئ دي او روح التسامح دي، ما اعتقدش ان هي هتبقى موجوده، خصوصا ان هي مش هتنسى رميتها في الحبس 4 5 ايام وهي بتعز حماتها جدا، فبديهي ان هي هيكون الاختيار الاول قصاد ان هي تحبس حماتها. يعني انا مش متفائله خير بالموضوع ده للاسف. واللي عمل كده في نفسه الزوج والحما انهم يتنازلوا عن حقوقهم، ما كانش المفروض ده يحصل، او لو هيتنازلوا عن حقوقهم فكانوا ضمنوا الاول الامان ليهم، يعني كانوا ضمنوا حقوقهم هم الاول، او ضمنوا ان مش هيتم حبسهم على الاقل، لكن هم ما ضمنوش اي حاجه. واضح ان هم ناس مسالمه جدا وقدموا الخير، حتى الحما ذات نفسها لما ابنها جه يقدم البلاغ في زوجته هي قالت انا مش عايزه بلاغات، وهم بيحبوا بعض وهيعيشوا مع بعض ويربوا بنتهم، وانا مش عايزه البيت يتخرب. واضح انهم ناس محترمه وناس طيبه، ولكن القانون لا يحمي المغفلين. فعلا استاذه نهاد الاواضي اللي هي قالتها ممكن فعلا يتم حبسهم فيها، لان دي اواضي فعلا مش سهله. فيعني هم اللي جابوا نفسهم وهم اللي تنازلوا عن حقوقهم. انا ما بتعاطفش مع اي شخص بيتنازل عن حقه. لو هتتنازل عن حقك وتسامح لوجه الله فلازم على الاقل تكون ضامن انك مش هتتاذي، لكن الموضوع كده يعني الله اعلم. ولكن على حسب تصريحات ابو نداء اللي هي ابو الزوجه، قال ان احنا هنقعد قعده عرفيه تانية وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير. حتى المذيعه بتساله بتقول له يعني الزوجه هترجع لبيتها وهتستمر مع زوجها ولا ايه؟ قال لها لسه مش عارفين، لسه هنقعد مع بعض وربنا يقدم اللي فيه الخير. دي الكلمه اللي كان ماسك فيها ابو الزوجه، مش عايز ان هو يدي تصريحات او يقول هم ناويين على ايه. واضح ان في حاجة كبيرة هتتم الايام اللي جاية، وكلنا متابعين احداث القضية دي، وزعلنا جدا 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 على الحما، لان الحما يعني مهما غلطت يعني ما تستاهلش ابدا ان مرات ابنها تمد ايديها عليها، او ان احنا لما نكبر نلاقي حد بيستعفى علينا، شاب بيستعفى علينا، فحرام يعني، ده ما يرضيش ربنا. والفيديو كان واضح للناس كلها، وفي ناس حتى نشرت الحته بتاعت حماتها وهي بتضرب امها بالقلم. ما هي يعني ما انتوا شفتوا الضرب اللي هي ضربته في الاول، فبديهي لما تيجي امها تحاول ان هي تطبطب عليها ولا تعملها، بديهي ان هي هتزقها، تحاول تضربها، تحاول تاخد بحقها، يعني اللي هي مش قادره على البنت، فيعني قدرت على الست الكبيره اللي جنبها. ولكن يعني في ناس ما عندهمش ضمير بقى مسكوا في الحته دي وقالوا اشمعنى ما اتكلمتوش عن ضرب الحما لامها لما ضربتها بالقلم، ومسكته بس في ان الشابه هي اللي ضربت الحما؟ ما ده طبيعي يعني، حتى لو الاتنين الكبار دول ضربوا بعض فيعني هتعدي مش مشكله، هم اتنين كبار وضربوا بعض، لكن لما تبقى عيله شابه تستعفى قوتها على ست كبيره، هو هنا بقى الدنيا تتقلب. القضيه يا جماعه تم المحاكمه فيها بسرعه، لان الموضوع نزل ترند، الفيديو ده ولع الدنيا على السوشيال ميديا، كله كان بيتكلم عليه، وكان في غضب كبير جدا من الناس لما شافوا الفيديو ده، لان احنا كشعب عربي عامه، مش مصري بس، شعب عربي جميعا، كلنا بنتعاطف مع الناس كبيره السن، الواحد قلبه بيوجعه. فعشان كده الفيديو نزل بهدل الدنيا، فعشان كده الاب بيطالب بحذف الفيديوهات دي، لو اي حد منزل الفيديو ده يحذفه. وبيقول ان هو كان سوء تفاهم، يعني ما مش حاجه كبيره، انتم مكبرين المواضيع يا جماعه. ايه يعني ضربت حماتها بالشبشب ولا مله السر؟ ده سوء تفاهم يا ولاد، ما يبقاش قلبك اسود كده، انسوا بقى واحذفوا الكلام ده. وهو فرحان ان بنته خلاص هتبات في حضنه، وان هي اتبهدلت وكانت بتموت حرفيا في الحبس، فهو فرحان خلاص ان هي خرجت. عايزه اقول لك يا حاج هنيئا لكم ومبروك ليكم البراءه، ولكن ده على الارض، ولكن عند ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيبقى في حسابات تانية، واكيد الست دي برضه هتاخد حقها، حتى لو ما اخدتوش في الدنيا فهي هتاخده في الاخره، لان ربنا سبحانه وتعالى عادل. انتوا نفذتوا او نفدتوا زي ما بيقولوا من محاكمه الارض، لكن محاكمه السماء ما فيهاش خلاص، صدقني. مبروك عليك خروج بنتك وفرحتك بيها، وان شاء الله هنتفرج على بنتك برضه لما تبقى حما، هنشوف الدنيا هتبقى فيها ايه، وهنشوف ان شاء الله برضو زوج بنتها وهي بيضربها. هي ما جابتش ولاد لكن جايبه بنوته، فان شاء الله ربنا يكرم برضو، ويبقى سوء تفاهم برضو بسيط عادي لما برضو جوز بنتها كده يمسكها يرقعها علقه حلوه، وان شاء الله برضو الفيديو ينتشر،
عادي برضه هيبقى سوء تفاهم وهيبقى قلبنا ابيض برضه، هنبقى نحذف الفيديو مش اشكال وهننسى مش مهم عادي برضه. فيعني اللي ما ترضاهوش على بنتك ما ترضاهوش على الست الكبيره دي، حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقدر اقول اكتر من كده. واكتبوا رايكم يا جماعه في الكومنتات في الموضوع ده، وانتوا ايه رايكم؟ هل فعلا كان صح ان الحما والزوج يتنازلوا عن حقهم ولا لا؟ اكتبوا رايكم واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.